فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كم أقل مدة زمنية تكون بين عمرة التمتع وبين الإحرام بالحج؟ فلو عملت عمرة يوم التروية ثم تحللت منها ثم أحرمت بالحج مباشرة، هل يجوز ذلك؟ نعم، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، إنك إذا تحللت من العمرة تحرم بالحج مباشرة، ما في مانع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.